تكن له معونتك سلاحا للسلام وظفرا غير مفهوم. الا روك الاوان ولدهر الداهرين عظيم ايتها الشفيعه الظهيره بيض المخذول يا والده الاله كليه التسبيح لا تعرضي الصالح عن توسلاتنا بل وطدي سيره المستقيمين الراي وخلص الذين امرتي ان يتملكوا وامنحيهم الغلبة من السماء بما أنك ولدت الإله أيتها المباركة وحدك. ارحمني الله بعظيم رحمتك نتوب إليك فاستجب وارحم. يا ليس. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وكل إخوتنا في المسيح. يا ليس. لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسم ربانك يا أب. مجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي في خرفي من تسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقول لنفسي لا خلاص له بإلهه. وأنت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي بالصوت إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني، فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتآزرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي، فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ. للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برزقك تؤدبني، فإن سهامك قد نشبت في ومكنت علي يدك. ليس لجسدي شفاء من وجه غضبك ولا سلامة في عظامي من وجه خطاياي، لأن آثامي قد تعلت فوق رأسي كحملا ثقيلا قد ثقلت علي. قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي، شقيت وانحنيت للغاية والنهار كله مشيت عابسا لأن نمتني قد امتلأ مهازي أو ليس لجسدي شفاء. شقيت واتضعت جدا وكنت أئن من تنهد قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخف عنك. قد اضطرب قلبي وفرقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبق معي. أصدقائي وأقربائي دنوا مني وقفوا لدي وجنسي وقف مني بعيدا. وأجهدني الذين يطلبون نفسي ومن تمسون لي الشر تكلموا بالباطل وغشا طول النهار درسوا. أما أنا فكأسما لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه، وصرت كإنسان لا يسمع ولا في فمي تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت أنت تستجيب لي يا ربي وإلهي، لأني قلت لا يشمت بي أعدائي وعندما زالت قدماي عظموا علي الكلام. لأني أنا للضرب مستعدا وجعل يدي في كل حين، لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطيئتي. أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما، الذين جازوني بدل الخير شرا محلوا بي لأجل ابتغاء الصلاح. فلا تهمني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني، أسرع على معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبتكر، عطشت إليك نفسي بكم نوع لك جسدي في أرض برية وغير مسلوكة وعادمة الماء. هكذا ظهرت لك في القدس لعن قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي واسمي أرفع يدي فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم وشفاه لابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على مفرشي هددت بك في الأسحار، لأنك صرت إلى عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك ويا عضد يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطنا فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى إيد السيوف فيكونون أنصبة للثعالب. أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. هددت بك في الأسحار لأنك صرت لي عونا وبظل جناحك أستتر. التصقت نفسي وراءك ويا عضد يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. هللويا 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 المجدك الله. هللويا 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 المجدك الله. هللويا 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 المجدك الله. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا رب إله خلاصي في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي أمل أذنك إلى طلبتي. فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنتني الجحيم حياتي. حسبتم مع المنحدرين في الجب صرت مثل إنسان ليس له معين حرا بين الأموات، مثل مجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يدك مقصون.
جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت، علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجزتها علي، أبعدت عني معارفي، جعلوني لهم رجاسة، قد أسلمت وما خرجت وعيناي ضعفتان من المسكنة، صرخت إليك يا رب النهار كله وإليك بسطت يدي، لعلك إن الأموات تصنع العجائب، أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك، هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك، هل تعرف في الظلمة عجائبك وعدلك في أرض منسية، وأنا إليك يا رب صرخت فتبلغك في الغداة صلاتي، لماذا يا رب تقصي نفسي وتصرف وجهك عني، فقير أنا في الشقاء منذ شبابي، وحين ارتفعت وتضعت وتحيرت، علي جاز رزقك وفزعتك أزعجتني، أحاطت بك الماء والنهر كله واكتنفتني معا، بعدت عن الصديق والقريب ومعارف من الشقاء، يا رب إله خلاصي في النهار صرخت وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي من أذنك إلى طلبتي، بارك يا نفسي رب يا جميع ما في داخل اسمه القدوس، بارك يا نفسي رب لا تنسى جميع مكافآته، الذي يغفر جميع آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شهواتك فتجدد كالنسر شبابك، الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته، الرب رحيم ورؤوف طويل الإناث وكثير الرحمة، ليس للانقضاء يسخط ولا للدهر يحقد، لعلى حسب آثامنا صنع معنا ولعلى حسب خطايانا جازانا، لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض والرب رحمته على الذين يتقونه، وبمقدار بعد المشرق من المغرب أبعد عنا سيئاتنا، كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن، الإنسان كل عشب أيامه وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أيضا موضعه، أما رحمة الرب فهي منذ الدهر وإلى الدهر على الذين يتقونه، وعده على أبناء البنين الحافظين عهده وذاكرين وصاياه ليصنعوها، الرب هي أعرشه في السماء ومملكته تسود على الجميع، باركوا الرب يا جميع ملائكة المقتدرين بقوة العاملين بكلمته عند سماع صوت كلامه، باركوا الرب يا جميع قواته يا خدامه العاملين إرادته، باركوا الرب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته، بارك يا نفسي الرب في كل موضع سيادته، بارك يا نفسي الرب، يا رب استمع صلاتي وأسد بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإن لن تزكى أمامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وذل في الأرض حياتي، وأجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ دهر، وأجرى علي روحي وطرب قلبي في داخلي، تذكرت الأيام القديمة، هذت في كل أعمالك وتأملت في صناع يديك، بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر، أسرع فاستجب لي يا رب قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشاهب الهابطين في الجب، اجعلني في الغداة مستمع رحمتك فإني عليك توكلت، عرفني يا رب الطريق الذي أسلك فيه فإني إليك رفعت نفسي، أنقذني من أعدائي يا رب فإني قد لجأت إليك، علمني الأعمال لمرضاتك لأنك أنت إلهي، روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الحزن نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك، استجب لي بعدك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، استجب لي بعدك ولا تدخل في محاكمة مع عبدك، روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين، هللويا 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 المجد لك يا الله، هللويا 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 المجد لك يا الله، هللويا 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 المجد لك يا الله، يا إلهنا ورجاءنا لك المجد، سلام إلى الرب نطلب نجي السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب الرحام، من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب يا رب الرحام، من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب من أجل حكامنا ومعزرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب يا رب الرحام، من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب يا رب الرحام، من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب من أجل أن ينحسر هذا المرض الوبائي ومن أجل شفاء المرضى
ومن أجل سند وعدد الكوادر الطبية والخدمية الذين يسهرون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلامة العالم أجمع إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. اعترفوا للرب وضعوا باسمه القدوس. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. كل الأمم أحاطت بي وباسم ربي قهرتهم. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا. الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب. إن القوات الملائكية ظهروا على قبرك الموقر، والحراس صاروا كالأموات، ومريم وقفت عند القبر طالبة جسدك الطاهر، فسبيت الجحيم ولم تجرب منها، وصادفت البتول مانحان الحياة. فيا من قام من بين الأموات يا رب المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدوس. لما سبقت فروضت ذاتك في الجبال بالرياضات النسكية، هزمت مواكب الأعداء العقليين بالسلاح الكامل سلاح الصليب، ثم برزت أيضا بشجاعة إلى الجهاد، وقتلت ذا الاسم القذر بسيف الإيمان. واكفي كلا الأمرين، كللت من الله أيها الشهيد البار ستيفانوس الدائم الذكر. الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين. آمين. إن السر الخفي منذ الدهور غير المعلوم عند الملائكة بك ظهر يا والدة الإله للذين على الأرض، إذ تجسد الإله باتحاد لا تشوش فيه، وقبل الصليب طوعا من أجلنا، وبه أقام المجد الأول وخلص من الموت نفوسنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين،
فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب، لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. فيما كان القبر مفتوحاً والجحيم يندب منتحباً، هتفت مريم نحو الرسل المختبئين قائلة: اخرجوا يا فعلة الكرم، اكرزوا بكلمة القيامة، منادين: قد قام الرب مانحاً العالم عظيم الرحمة. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد وقفت مريم المجدلية لدى قبرك باكية يا رب، وإذ ظنتك البستان هتفت نحوك قائلة: أين أخفيت الحياة الأبدية؟ أين وضعت الجالس على العرش الشيروبيمي؟ ونحو الجند الذين كانوا يحرسونه وقد صاروا من الخوف كالأموات، قالت: إما أن تعطوني ربي، وإما أن تصرخوا معي قائلين: يا من حسب بين الأموات وبعث الأموات، المجد لك الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لقد سبق جدعون فرسم حبلك، وداود ففسر ولادتك يا والدة الإله المنعم عليها، لأن الكلمة حل في بطنك حلول المطر على الجزة، وأنت أنبت المسيح إلهنا بلا زرع خلاصا للعالم يا أرضا مقدسة. فيما كانت الحياة مسجاة في القبر والأختام موضوعة على الحجر والجند يحرسون المسيح كملك راقد، قام الرب فاتكا بأعدائه فتكا خفيا لا يرى. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد سبق يونان فرسم قبرك، وسمعان ففسر قيامتك الإلهية أيها الرب المنزه عن الموت، لأنك ثويت في القبر كميت يا من حطم أبواب الجحيم، وقمت بقوة سيادتك أيها المسيح إلهنا خلوا من فساد خلاصا للعالم، وأنرت الذين في الظلمة الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. أمين. تضرعي يا والدة الإله العذراء إلى ابنك المسيح إلهنا الذي سمر على الصليب طوعا وقام من بين الأموات، طالبة خلاص نفوسنا. مبارك أنت يا رب، علمني حقوق جمع الملائكة ذل متحيرا عند مشاهدته إياك محسوبا بين الأموات أيها المخلص، وضاحضا قوة الموت ومنهضا آدم معك، ومطيقا إيانا من الجحيم كافة. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، الملك اللامع عند القبر تفوه نحو حاملة الطيب قائلا: لما تمزجنا الطيوب بالدموع بترى الثنيات الميزان، أذن اللحد وافرحنا لأن المخلص قد قام من القبر ناهضا. ευλογητός Κύριε διδαξόν μετά δικαιώματά Σου, ἴνα χαμηλατι τύπ σαχαραν αμήκαν, σερανα ἡλα κάβρικα νάιχατιν, ἴλα ἀννα ἀλμαλάκα ακαβα ποιχίνα ουκάλα λαχούνα, زمان النوح قد كف وبطل، فلا تبكينا بل بشرنا الرسل بالقيامة. مبارك أنت يا رب، علمني حقوقك، إن النسوة حاملة الطيب قد أقبلنا بالحنوط إلى قبرك أيها المخلص، فسمعنا ملكا متنغما نحوهن قائلا: لما تحسبنا الحي مع الموتى؟ فبما أنه إله قد قام من القبر ناهضا. المجد للآب والابن والروح القدس. نسجد للآب ولابنه ولروح قدسه ثالوثا قدوسا بجوهر واحد صريخنا مع السرافيم: قدوس 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 أنت يا رب الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيتها العذراء لقد ولدت معطي الحياة وأنقذت آدم من الخطيئة، وما
مناح حواء الفرح عوض الحوز، لكن الإله والإنسان المتجسد منك أرشدهما إلى الحياة التي قد تهورا منها. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيري أليسو، أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب رحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب، لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الآب والابن والروح القدس آن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إنك بموتك الطوعي المحيي أيها المسيح سحقت أبواب الجحيم كإله وفتحت لنا الفردوس القديم، وبقيامتك من بين الأموات نجيت من الفساد حياتنا. إلى السماء نحوك أيها الكلمة أرفع عيني فترأف علي لكي أحيا لك. ارحمنا نحن المرذولين أيها الكلمة، وهيئنا أواني لك صالحة مختارة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن الروح القدس علة الخلاص للجميع، فإنه إذا دبت نسمته في إنسان عن استحقاق رفعه على الفور من الأرضيات وأنماه ونشطه ورتبه في العلاء. لو لم يكن الرب فينا لم يكن أحد منا يستطيع الثبات في مصارعة العدو، فإن الغالبين إنما يحصلون على فخر الغلبة بذلك. لا تدع نفسي تؤخذ بأسنان الأعداء كالعصفور أيها الكلمة، ولكن ويحي كيف أنجو منهم وأنا عالق بمحبة الخطيئة. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. آمين. بالروح القدس يتم لجميع التأله والمسرة والفهم والسلام والبركة، لأنه مساو في الفعل للآب والكلمة. إن المتكلين على الرب مرهوبون لدى الأعداء، والكل يعجب بهم لأنهم ينظرون إلى العلا. إن حزب الصديقين قد اقتناك مؤازرا أيها المخلص، فلا يمد يديه إلى المآثم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن للروح القدس العزة على الجميع، فله تسجد رئاسات الجنود العلوية مع كل نسمة سفلية. يا رب أيقظ قوتك وهلم لخلاصنا. يا رب أيقظ قوتك وهلم لخلاصنا. يا راعي إسرائيل أنصت. يا رب أيقظ قوتك وهلم لخلاصنا. من أجل أن نكون مستحقين لسماع إلى الرب نطلب. يا ليسو، لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وفي القديسين تستقر وتستريح، وعليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. كل نسمة فلتسابح الرب، كل نسمة فلتسابح الرب، فلتسابح الرب كلنا سما. من أجل أن نكون مستحقين لسماع الإنجيل المقدس إلى الرب إلهنا نطلب. حكمة فلنستقم ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس متى البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي. في ذلك الزمان ذهب التلاميذ الأحد عشر إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع،
فلما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. فدنا يسوع وكلمهم قائلا: إني قد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا الآن وتلمذوا كل الأمم معمدين إياهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وهان معكم كل الأيام إلى منتهى الدهر. آمين. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده. لصليبك أيها المسيح نسجد، ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف واسمك نسمي. هلموا يا معشر المؤمنين لنسجد لقيامة المسيح المقدسة، لأن هو ذا بالصليب قد أتى الفرح في كل العالم. لنبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته، لأنه إذ احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أباد وحطم. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك امحو مآثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسيا اعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات. فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. المجد للآب والابن والروح القدوس بشفاعة الرسل وطالباتهم. أيها الرحيم امحو كثرة خطايانا وزلاتنا الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. بشفاعة والدة الإله وطالباتها أيها الرحيم امحو كثرة خطايانا وزلاتنا. يا رحيم ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفتك امحو مآثمي. لقد قام يسوع من القبر كما سبق فقال، ومنحنا الحياة الأبدية والرحمة العظمى. خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك، وافتقد عالمك بالرحمة والرأفات، وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين، وأسبق علينا مراحمك الغنية شفاعات الكلية الطهارة سيدتنا وأتلاه الدائمة البتولية مريم، وبقدرة الصليب الكريم المحيط طلبات القوات السماوية المكرمة العادمة الأجساد ونبي الكريم السابق مجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح، وأبانا القديسين معلمي المسكون ورؤساء الكهنة العظماء
واصيليوس الكبير وغريغوريوس اللاهوتي ويوحنا الذهبي الفم وابان القديسين اثناسس وكيرلس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية وابوينا القديسين ملاتس بطرس بطريركي أنطاكيا وابوينا القديسين نيقولاوس رئيس ساقط ميراليكيا وسبيريدون اسقف ترميثوس العجائبيين والقديسين المجدين الشهداء العظماء جورجيوس المظفر ديمتريوس المفيد الطيب تيودوروس التيروني وتيودوروس قائد الجيش والقديسين إغناطوس بوليكاربوس الشهيدين في رؤساء الكهنة والقديس يوسف الدمشقي الشهيد في الكهنة والقديسين المجدين الشهداء متألقين بالظفر وأبان الأبرار إفرام وإسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع أبائنا الأبرار تشحن بالله والصليب الكريم شفيع هذه الكنيسة المقدسة والقديسان الصديقان واكيما وحنا جدي المسيح إله والقديس استيفانوس الجديد مع ريناركوس الشهيد اللذين نقيم تذكارهما اليوم وجميع قديسي كان تضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة فاستجب لنا نحن الخطأ الطالبين إليك وارحمنا. برحمة ورأفات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. إن المسيح الإله المانح الحياة قد وهب البعث للجبلة البشرية بإقامته كل الأموات من الكهوف السفلية المظلمة بيده المحية، فإن المخلص هو في الحقيقة قيامة الكل وحياتهم وإلههم. قيامة الكل وحياتهم وإلههم. إنا نسبح نحن المؤمنين صليبك ودفنك ونسجد لهما أيها المسيح المعطي الحياة والمنزه عن الموت، فإنك قد قيدت الجحيم وسحقت أبوابه ونقضت عزة الموت وبعثت معك الأموات، بما أنك الإله القدير فلذلك نمجدك نحن الأرضيين بلهفة ياما قام منبعثا ونقض عزة الموت المبيد وبعث معه كل المؤمنين به ونجى العالم من نبال الأفاعي وأنقذنا من ضلالة العدو باقتداره الفريد، فنسبح عن حسن عبادة لقيامتك التي بها خلصتنا بما أنك إله كل البرايا. بما أنك إله كل البرايا في هذا اليوم 28 من هذا الشهر تذكار الشهيد ستيفانوس الجديد والشهيد إيرين أرخوس فبشفاعاتهما اللهم ارحمنا وخلصنا آمين. المسيح ولد فمجده، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوا، المسيح على الأرض فارتفعوا، رتل للرب أيتها الأرض كلها ويا شعوب سبحوه بابتهاج لأنه قد تمجد، لنصرخ نحو الابن المولود من الآب قبل الدهور بدون استحالة. المسيح الإله الذي تجسد في آخر الأزمنة من البتول بغير زرع هاتفي، يا من رفع شأننا قدوس أنت يا رب. أيها المسيح المسبح لقد خرج قضيب من أصل ياسى ومنه قد نبت زرعة من جبل مضلل مدغل. أيها الإله المنزه
بقدرتك يا رب. أيها المحب البشر، بما أنك إله السلام وأب المراحم، فقد أرسلت لنا رسول رأيك العظيم مانحا إيانا سلامك. ولذا إذ قد اهتدينا لنور المعرفة الإلهية، فنحن نندرج من الليل ممجدين لك. إن الغوط البحر قد قذف من أحشائه يونان، كما تقبله سليما نظير الجنين. وأما الكلمة فلما حل بالبتول واتخذ منها جسدا، ولد حافظا إياها بدون فساد. ولم تلحق استحالة، وحفظ والدته بدون مضرة. إن الفتية إذ قد نشأوا معا على حسن العبادة، مزدرين بأمر الملحد، لم يجزعوا من وعيد النار. لكنهم كانوا يرتلون وهم قائمون في وسط الله بمبارك أنت يا إله أبائنا. نسبح ونبارك ونسجد للرب. إن الآتون النادي قد صور رسم العجب الفائق الطبيعة، لأنه لم يحرق الفتية الذين تقبلهم، كما أن نور اللاهوت لم تحرق أيضا مستودع البتول الذي حلت فيه. لذلك فلنسبح مترنمين وقائلين، لتبارك الخالقة بأسرها الرب، ولتزيده رفعة مدى والدة الإله وأم النور، بالتسابيح نكرم معظمين. اللهم نفسي ربه وتبتهج روحي بالله مخلصي، يا من هي أكرم من الشرابين والكون أنتم بغير الياس من الشرابين التي بغير فساد ولدت كلمة الله. وارغ
المكبرين بذهن قلوبهم يا من هي أكرم من الكروبين وأرحم الأنسان بغير قياس من الشرافين التي بغير فساد ولدت كلمات الله ويا حقا حط المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين الأجياء من الخيرات والأغنياء رسالهم فارغين عضد إسرائيل فتاه ليذكرا رحمته كما قال لآبائنا لإبراهيم ولنسله إلى الأبد يا من هي أكرم من الكروبين وأرحم في غير قياس من الشرافين التي بغير فساد ولدت كلمات الله ويا حقا والدة الإله ياكن عظيم عظيم يا نفسي من هي أكرم قدرا وأرفع مجدا من الأجناد العلوية إنني أشاهد سرا عجيبا مستغربا المغارة سما والبتول عرشا شيروبيميا والمذود محلا شريفا الذي اتكى فيه المسيح الإله غير الموسوع في مكان فلنسبحه معظيم أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فندعي ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين قدوس هو الرب قدوس هو الرب إلهنا ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطئ قدميه لأن الرب إلهنا قدوس هو
لنجتمعن مع التلاميذ في جبل الجليل لكي نعين المسيح بالإيمان يقول: قد أخذت السلطان على ما فوق وعلى ما أسفل. ونعلم كيف يعلم بتعميد كل الأمم باسم الآب والابن والروح القدس، وأنه يكون مع ملقني أسراره إلى منتهى الدهر كما وعد. لقد نلت يا ستيفانوس الإكليلة مضاعفا من لدن المسيح، إذ قد نسكت بما يفوق الحد واستشهدت بتوقيرك أيقونته وصور جميع القديسين فمعه اذكرنا. أيتها السيدة الطاهرة النقية الغير العارفة زواجا وحدها ملكتي ومولاتي، استعطفي فادينا المولود منك أن يخلص العالم من جميع الشرور. كلنا سامات فلتسبحي الرب، سبحوا الرب بنا السماوات، سبحوه في أعالي، لأنه بك يلي تسبيح يا الله. سبيحوه يا جميعا ملائكتي، مكتوبا هذا المجد يكون لجميع أبرار. إن صليبك يا رب حياة وقيامة لشعبك، فنحن باتكالنا عليه نسبحك يا إلهنا المنبعث، فارحمنا. سبحوا الله في قدسي، سبحوه في فلك قوته. إن دفنك يا سيد فتح الفردوس لجنس البشر، فنحن لنجاتنا به من البلا نسبحك يا إلهنا المبعث، فارحمنا. سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته. لنسبحن مع الآب والروح القدس المسيح الذي قام من بين الأموات، ولنهتفن نحوه: أنت حياتنا وقيامتنا، فارحمنا. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيثارة. لقد قمت من القبر في اليوم الثالث كما كتب أيها المسيح، وأقمت معك جدنا الأول، فلذلك نمجدك، يمجدك جنس البشر ويسبح قيامتك. سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلات الطارة. إن سر قيامتك لعظيم ورهيب يا رب، لأنك كما يبرز العروس من الخدر كذلك برزت أنت من القبر، وقد حللت الموت بالموت لكي تعتق آدم وتحرره، فلذلك ترقص الملائكة في السماء ويمجد الناس على الأرض تحننك الذي أظهرته نحونا يا محب البشر. سبحوا بنغمات الصنوج، سبحوه بصنوج التهليل، كلنا سما فلتسبح الرب. أين الختوم يا أيها اليهود الأثمة، وأين الفضة التي أعطيتموها للجند
إن الكنز لم يسرق بل قام منبعثا باقتداره، وأنتم فقد خزيتم ناكرين المسيح رب المجد الذي تألم ودفن وقام من بين الأموات، فلنسجدن له. قم أيها الرب إلهي ولترتفع يدك، ولا تنسى بائسيك إلى الأبد. كيف سلبتم الدفين يا يهود والقبر مختوم، وقد أقمتم عليه الحراس ووضعتم العلامات؟ إن الملك قد خرج منه والأبواب مغلقة، فإما أن تبرزوه لنا كميت، وإما أن تسجد له كإله وترنم معنا قائلين المجد لصليبك وقيامتك يا رب. أعترف لك يا رب بكل قلبي وأحدث بجميع عجائبك. لقد بلغت النسوة حاملات الطيب قبرك القابل الحياة منتحبات يا رب، وكنا حاملات طيوبا يطلبنا أن يطيبنا بها جسدك الطاهر، فوجدنا ملاكا نيرا جالسا على الحجر فاه نحوهن قائلا: لما تبكين الذي أنبع من جنبه الحياة للعالم؟ لما تطلبنا العديم الموت في القبر كمائت؟ فأسرعنا بالأحرى وأخبرنا مبشرات تلاميذه بعميم فرح قيامته المجيدة، فبها أنرنا يا مخلص وأمنحنا الغفران وعظيم الرحمة. Doxa Patri Caio Caio Nevmati. Hello.
وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. أنت هي الفائقة على كل البركات يا والدة الإله العذراء، لأن الجحيم قد صبيت بواسطة المتجسد منك، وآدم دعي ثانية واللعنة بادت، وحواء عتقت والموتى أميت، ونحن قد حيينا. لذلك نسبح هاتفي مبارك أنت أيها المسيح إلهنا، يا من هكذا سر المجدولات. المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في العلاء، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك، نسجد لك نمجدك، نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك. أيها الرب الملك السماوي الإله الأب الضابط الكل، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدس. أيها الرب الإله يا حمال الله يا ابن الله يا رفيع خطيئة العالم، ارحمنا يا رفيع خطايا العالم. تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب آمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله بينا، ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي، قد خطيت إليك. يا رب إليك لجأت، فعلمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت هو إلهي. لأن من قبلك عين الحياة، وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك، قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. آيوس أوثيوس، آيوس إسخيروس، آيوس أثاناتوس ليسون ما. المجد للأب والابن والروح القدوس.
Christus aeonas ton aeonon. Amin. Kudusan illadhi la yamut urhamna. Kudusan مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. بسلام إلى الرب نطلب. من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين براً وبحراً وجواً والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لك يا رب.
لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود. أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها رب العالمين الذي أذكرك بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلص، بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلص. هاتك ياتني ريني تكريو ذي ثومن عندي لافوسو صون اليسون كذي فيلاكسون ما صو ثيوس تي سي خارتي يا ربو رحم تي سباناياس ساكراندو بيرفلوي ميني سين دوكسو ذا سبيني سيمون ثيوتوكو كايو بارثينو مارياس ميتا باندون تون ايوم نيمونيف ساندس αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. يا رب نطلب يا رب أيها السيد رب العالمين ما سمعت يا اجعل دخولنا مقرونا في النار في اسم شعبك مع الصلاح يا ذكر المجد والكرام والسجود أيها الآب الآن وكل أوان صوصني ما سياك وأنا استاسك نكروت صالون داسي هالنوريا خلصنا المرتلين لك هاليلويا المجد للآب والروح القدوس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. يا كلمة الله الابن الواحد الذي لم يزل غير مائت لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وتأنست بغير استحالة وصلت أيها المسيح إلى هنا، وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع اللوم والروح القدس خالصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا رب الرحام. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إن القوة وَمَرْيَمَ
حكمة فلنستقم، هلموا لنسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا. خلصنا يا ابن الله، يا من قام من بين أموات. نحن المرتلين لك هاليلويا. تبارك الله. إن القوة الملائكية ظهروا على قبرك الموقف والحراس وخلق الإنسان على صورته عند القبر طالبة جسدك الطاهر، فسقيت الجحيم ولم تجر منها، وصادفت البتول مانحا للحياة. ويا من قام من بين الأموات يا رب ما لما سبقت فراوضت ذاتك في الجبال بالرياضات النسكية، هزمت مواكب الأعداء العقلين بالسلاح الكامل سلاح الصليب، ثم برزت أيضا بشجاعة إلى الجهاد وقاتلت ذا الاسم القادر بسيف الإيمان، وفي كلا الأمرين كللت من الله أيها الشهيد البار ستيفانوس الدائم الذكر. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير، واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين به. اليوم العذراء تأتي إلى المغارة لتلد الكلمة الذي قبل الدهور ولادة لا تفسر ولا ينطق بها، فافرحي أيتها المسكونة إذا سمعت ومجدي مع الملائكة والرعاة الذي سيظهر بمشيئته طفلا جديدا. الإله الذي قبل الدهور إلى الرب نطلب
لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي قدوس الله قدوس قوي قدوس قدوس الله قدوس قوي قدوس 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 محبته التي أحبنا بها حين كنا أمواتا بالزلات أحيانا مع المسيح، فأنكم بالنعمة مخلصون، وقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، ليظهر في الدهور المستقبلة فرط غنى نعمته باللطف بنا في المسيح يسوع. فأنكم بالنعمة مخلصون بواسطة الإيمان، وذلك ليس منكم، إنما هو عطية الله، وليس من الأعمال لئلا يفتخر أحد، لأن نحن صنعه مخلوقين في المسيح يسوع الأعمال الصالحة التي سبق الله فعدها لنسلك فيها. سلام لك أيها الأخ القارئ. هللويا هللويا.
حكمة. فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير التلميذ الطاهر. لك يا رب المجد لا. لنصغي. في ذلك الزمان دنا إلى يسوع إنسان مجربا له وقائلا: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا وما صالح إلا واحد وهو الله؟ إنك تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. فقال: كل هذا قد حفظته منذ صباي. فلما سمع يسوع ذلك قال له: واحدة تعوزك بعد، بع كل شيء لك ووزعه على المساكين فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع ذلك حزن لأنه كان غنيا جدا. فلما رآه يسوع قد حزن قال: ما أعسر على ذوي الأموال أن يدخلوا ملكوت الله. إنه لأسهل أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة من أن يدخل غني ملكوت الله. فقال السامعون: فمن يستطيع إذن أن يخلص؟ فقال: ما لا يستطاع عند الناس مستطاع عند الله. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. بداية نعزي الأحباء وخاصة ست نازك بالمرحوم إبراهيم، طالبين الله أن يتقبل صلواتنا اليوم من أجل راحة نفسه، وأن يكون الآن في ملكوت السماوات مع الأبرار والقديسين. قد سمعنا هذا النص ونحن في فترة نتهيأ فيها إلى عيد الميلاد، إلى عيد تجسد الرب يسوع المسيح على الأرض. إنسان يهودي دنا إلى يسوع قال: ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ المؤشر الجيد الأول أن هذا الإنسان كان عنده هم، كان عنده طوق، شوق أن يصل إلى الحياة الأبدية، فأراد أن يسأل يسوع: كيف أصل؟ هنا يجيبه يسوع: تعرف الوصايا. ويبدو أنه منذ القديم هناك أناس تحفظ ولا تطبق، تعرف ولا تفعل. فقال له: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور. فأجابه الشاب: هذه كلها قد حفظتها، بعرفها وأنا صغير، لم تقدم لي شيئا. هل هناك شيء أكبر، أوسع، أكثر؟ فقال له يسوع عند ذلك: واحدة تعوزك أن تبيع كل شيء لك وتوزعه على الفقراء وتتعال واتبعني. يقول النص أن الشاب قد حزن لأنه كان غنيا، وبلا شك أن يسوع قد عرف مسبقا أنه غني فقال له ما قال. نفهم من النص أن الوصايا وحدها لا تكفي كي نرث أو نصل إلى الحياة الأبدية، يعني ألا نقتل، ألا نسرق، ألا نكذب، هذه أمور ضرورية ولكنها لا تكفي وحدها كي نصل إلى ملكوت السماوات. تخيلوا إذا كنا لا نسرق ولا نقتل ولا نكذب ولا نصل إلى ملكوت السماوات، فما هي الحال إن كنا نسرق ونقتل ونكذب ونشهد بالزور؟ في العهد القديم عند اليهود كان الله مجرد قاضي واضع للشرائع، قد أعطى الوصايا، والإنسان المؤمن هو من يتبع الوصايا،
بحذافيرها، من يطبقها واحدة فواحدة أن تصل إلى الكمال، يعني أن تطبق الوصايا التي أعطاك إياها المشترع. تخيلوا شعور هذا الشاب الذي يظن أنه وصل إلى الكمال، قد طبق الوصايا، قد حفظها. يقول له يسوع: ينقصك شيء بعد. واحدة تعوزك، يعني تنقصك لسه شيء. ما هذا الشعور؟ عامل حاله أنه هو قد فعل كل شيء، قد أتم كل شيء، لكن عند الرب يسوع قال: يعوزك أن تبيع كل شيء، أن تبيع كل ما تملك وتتبعني. قال له هذا لأن مجيء الرب يسوع قد غير الشرائع. لم تعد هناك من أفكار، من وصايا، من وصفات، من تجنب للشر، لا تسرق، لا تقتل، لا تشهد بالزور. المسيحية قدمت كمال الشريعة وهدف الشريعة وجوهر الوصايا، ألا وهو المحبة. لذلك قال يسوع: لا يكفي أن تتجنب، وإنما يجب أن تبادر، يجب أن تفعل أنت شيء ليس لنفسك وإنما للآخرين. وهذا هو هدف الوصايا، أن توصلك إلى الله وأن توصلك إلى القريب. حزن هذا الشاب لأنه كان غنياً، علم يسوع ذلك، ولكن يسوع لا يحابي الوجوه ولا يساير كما نساير نحن، ولا يتراخى مع فئات الناس مهما كانت فئاتهم. يسوع هو الحق، هو إله الحق، هو إله الغني وإله الفقير معا. هذا أمر يجب أن نعرفه، أننا أمام يسوع كلنا متساوون، أننا في الكنيسة كلنا متساوون. عندما ندخل إلى الكنيسة فلينسى الغني غناه، ولينسى الفقير فقره، ولينسى المريض مرضه، والصحيح صحته، والمتعلم علمه، وذو السلطة سلطته. لأننا كما يقول لنا بولس الرسول: لا يهودي ولا يوناني، لا عبد ولا حر، لا ذكر ولا أنثى، لا غني ولا فقير، وإنما كلنا واحد في المسيح يسوع. بع كل ما لك وتعال اتبعني. آن لنا أن نفهم أن لا مشكلة لله مع الغنى. الله لا ينزعج إن كنت تعيش في بحبوحة أو في راحة مادية. الغنى الذي يرفضه الله هو الغنى الذي يصبح فيه المال إلهاً لك بدلاً من الإله الحقيقي. الغنى الذي يرفضه يسوع هو الغنى الذي به تستغني عن الله وتستغني عن الإنسان الآخر. الغنى الذي يرفضه يسوع هو الغنى الذي يملأ قلبك التي تملأ محبته قلبك، فلا يعود هناك مكان لشيء آخر فيه. ما هو المعيار للغني الذي يعرف من خلاله أنه ما زال يؤمن بالله وليس بالمال؟ ما هو المعيار الذي نعرف إن كنا نحب ونتكل ونعتمد ونؤمن بالله وليس بالمال؟ هو أن نعطي من هذا المال ولو الشيء اليسير. العطاء يعني أنك غير متمسك. نعم أنت تحتاج، ولكن أن المحبة أولاً هي لله. أن تعطي مما لك بلغة الإنسان هي خسارة، أن أخسر شيء من ممتلكاتي ولو كان شيئاً قليلاً. أما بلغة الله فهي محبة. ماذا نعوض بما نعطي؟ يقول لنا يسوع: أنت تعوض بالمسيح نفسه. تعال اتبعني. أعطيت ولكنك تبعت المسيح. كل ما نعطيه مما نملك هو ليس خسارة من أملاكنا، وإنما هو ربح للمسيح. نعوض به بالمسيح نفسه. يقول أحد الآباء: أعطيت كل شيء لله لكي أعوض بالله عن كل شيء. إذن هكذا يفهم المسيحي المؤمن. هذا ما تقوله لنا الكنيسة اليوم
ونحن على أبواب أعياد الفرح والسلام أن لا تطبق وصايا فقط، هذا جيد لكنه لا يكفي، ولكن أن تبادروا بالمحبة إلى الله والقريب، أن تبادروا إلى الإنسان الذي وضعه الله أمامكم. علنا إذا كان عندنا هذا الهدف نصل نحن أيضا إلى ما سأل إليه هذا الشاب ونرث الحياة الأبدية. آمين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. قعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك الحكمة. لست أيضا لك مرارا كثيرة ونتضرع إليك يا الصالح محب البشر أن تنظر إلى طلباتنا وتنقي نفوسا وأجسادنا من كل دنس بشرة وروح، وتمنحنا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أبا اللهم الذين يصلون معنا النمو في المعيشة والإيمان والفهم الروحي، أعطهم أن يعبدوك كل حين بخوف ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي، حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ليس أحد من شواتي لذلك سلمت إلى نحمة هذه التي حكمت لنا الدم وإنك الوحدة تسود السماويين والأرضيين. أيها الجالس على عرش الشرومية رب إسرائيل فليك إذا نتضرع أيها الصالح السمي الحسن وحدك، انظر إني عبدك الخاطئ والبطاء وطاهر نفسي وقلبي من كل شريرة، واجعلني كفوا من روحك القدوس إذا العارس نعمتك أهلك أن أقف لدى مائدتك هذه المقدسة وأهل معجزاتك المقدسة الطاهرة. فاني اليك اتقدم حاني وعنق اليك اطلب، لا تصرف وجهك عني ولا تذل بين عبيدك، بل ارتضي ان تقدم لك هذه القرابين من عبدك الخاطئ غير المستحق، لانك انت المقرب والمقرب والقابل والموزع المسيح الهنا، ولك نرفع المجد مع بك الذي لا بد له وروحك الكل القدس والصالح الان كل اوان دهر الدهر. ايها المسلمون شرب مصريا والمرنمون التسبيح المثلث القدوس المثلث محنا اطرح عنا كل اهتمام دنيوي، اذ اننا مزنوعون لن نستقبل ملك الكل تحف به امارات الباكر بارك الله فيك. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريد بصليبك يا المسيح، نسجد لقيامتك المقدسة نسبح المجد، لأنك أنت إلهنا وآخر سواك لا نعرف اسمك وسمك. ألوموا يا معشر Oh.
اغفري يا اخوتي انا الخاطئ. ارفع ايديكم الاقداس وباركوا الرب. صعد الله بتهليل الرب بصوت البوق. ماتي الدنياوية إذ إننا مزمعون أن نستقبل ملك الكل. جميعكم وجميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الساكنين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة وكلاءها والذين يتعبون ويخدمون وفيها يرتلون، عبيد الله مقدمي هذه القرابين المقدسة من أجل صحتهم وعافيتهم وتوفيق أمورهم وراحة نفوس موتاهم، عبيد الله آل النمر وجميع المختصين بهم، جميع الذين ذكرت أسماؤهم على المذبح الإلهي المقدس ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. أبانا وبطريركنا يوحنا وكهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. مطابين الدائمين ذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس والذين سبقت لهم الخدمة فيه المنتقلين عنا إلى الحياة الأبدية وخاصة عبد الله إبراهيم وجميع أمواتكم في المسيح ليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين آن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. قربونا على المذبح كل عجوب. يا الله اغفر عبدك الخاطئ وارحمنا. يا الله اغفر عبدك الخاطئ وارحمنا. والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعوذ وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسأل. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا الرب نسأل. استجب يا رب.
مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسأل. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسأل. أنتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسأل. تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. استجب يا رب. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. برأفات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. أحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين. يا رب يطلبك الرب حوض الرب عاضد ملجئي ومنقذ وروح القدس فلوسن متساوي في الأبواب الأبواب بحكمة لنصغي إله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي مبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ممجد من أنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واعترف معبودية واحدة مغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسناً لنقف بخوفاً لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسليم نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم لنضع قلوبنا فوق فلنشكرن الرب
واجب الحق ان نسبحك ونبارك وحمدك ونشكر فضلكم يا سيادتي لانك انت الاله الذي يصلح دعاءك غير مجرور بين يديك بوجود الكلام هكذا هو انت انت خرجت من عدم الوجود بعد ان سخطنا عدت فاقمتنا وما برحت تصنع كل شيء حتى اصعدتنا الى السماء وهبتنا ملكك الاتي فمن اجل هذه كلها نشكرك انت وابنك الوحيد وروحك القدوس من اجل كل الاحسانات الصائره الينا التي نعلمها والتي لا نعلمها الظاهره وغير الظاهره نشكرك ايضا من اجل هذه الخدمه التي ارتضيت ان تقبلها من ايدينا مع انه قد وقف لديك الوف من رؤساء الملائكه وربوات من الملائكه والشيروبيم والسرافيم ذوي الاجنحه السته والعيون الكثيره متعالين ومجنحين بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين فمع هذه القوات المغبوطة نهتف نحن أيضا أي سبح البشر نقول قدوسا أنت وكل القداسة أنت ابنك الوحيد وروحك القدوس قدوسا أنت وكل القداسة ومجدك عظيم الجلال أنت أحببت عالمك بهذا المقدار حتى إنك بذلت ابنك الوحيد لك لا يهلك من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية فإنه لما أتى وأكمل كل التدبير الذي من أجلنا ففي الليلة التي أسلم فيها والأولى أنه أسلم ذاته من أجل حياة العالم بعد أن أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر أعطى تلاميذه الرسل القدوسين قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا لمغفرة الخطايا نحن منا ذاكرين هذه وصية الخلاص أو كل ما جرى من أجلنا الصليب والقبر والقيامة في اليوم الثالث والصعود إلى السماوات والجلوس عن الميامن والمجيء الثاني المجيد أيضا التي لك وهي مما لك ونحن نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة وغير الدموية ونطلب ونضرع ونسأل فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة واصنع أما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم محولا إياهما بروحك القدوس آمين 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 لكي يكونا للمتناولين لنباهة النفس ومغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وكمال ملكوت السماوات والدالة إليك لا لمحاكمة ولا لإدانة أيضا نقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين توفوا على الإيمان الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان خاصة من أجل كلية القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم
اذكر يا رب أولا أبانا وبطريركنا يوحنا وهب لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حقك. والخاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن واعطنا نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي يرسل لنا عوضا منها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. بعد التماس الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. واهلنا أيها السيد أن نرسل بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم لنحني رؤوسنا للرب. نشكرك أيها الملك غير المنظور يا من بقدرته التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها وبرحمته الكثيرة أخرجها من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم ما حنوها للحم ودم بل لك أيها الإله المهيب. فأنت إذن أيها السيد سهل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل منا. رافق المسافرين واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمة ورفاة ابنك الوحيد ومحبة البشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغى من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك ولما لتقديسنا أيها الجالس في الأعالي مع الآب والحاضر معنا ها هنا غير منظور وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة جسدك الطاهر دمك الكريم وبنا شعبك كله. يا الله اغفر عبدك الخاطئ وارحمني يا الله اغفر عبدك الخاطئ وارحمني أرفعك يا ملكي وإلهي لنصغي القدسات للقديسين جزا ويقسم حول الله جزا ولا ينقسم ويؤكل دائما ولا ينفذ بل يقدس المشتركين به رب واحد بارك حرارة مقدساتك كل حين يسوع حرارة الروح المسيح لمجد قد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس
افتح لي حنو محبتك للبشر، واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم. أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حلا خطاياها. وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني، بل اقبلني مثل هاتين وأنا الحواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين. أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأة الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. ها أنا ذا أتقدم إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني من جرى تناولي إياها يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل دنس. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك، ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب في ملكوتك. ارهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، فإنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فحرق خطاياي بنار غير هيولية، وأهلني لأن أمتلئ من النعيم الذي فيك لكي أعظم طريبا حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس لباس العرس، وأطرح من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي، لا تصر لي هذه القدسات لمحاكمة لعدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة والملكوت الآتيين. أما أنا فخير لي أن ألتصق بالله وأضع في الرب رجاء خلاصي. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري من الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك، ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب في ملكوتك. خوف الله وإيمان ومحبة تقدموا. الله الرب ظهر لنا مبارك للآتي باسم الرب المسيح. المسيح أتى من السماوات فاستقبلوا، المسيح على الأرض فارتفعوا، ارتمي للرب أيتها الأرض كلها ويا شعوب سبحوا بدون استحالة. المسيح الإله الذي تجسد في آخر الأزمنة من البتول بغير زرع هاتفي، يا من رفع شاننا قدوس أنت يا رب.
المسبح لقد خرج قضيب من أصلي كمان. أيها المحب البشر بما أنك إله السلام وأبو المراحم فقد أرسلت لنا رسول رأيك العظيم مانحا إيانا تقبله سليم النظير الجليل وأما الكريم فلما حل في البتول واتخذ منه جسدا ولد حافظا إياها ولم نلقاه استحانته وحفظ والداته بدون مضرة إن الفتية قد نشأوا معا على حسن لكنهم كانوا يرددون وهم قائمون في وسط الله مبارك أنت يا إن الآتون النادي قد صور رسم العجب الفائق الطبيعة لأنه لم يحرق الفدية الذين أطلقناهم كما أنت المدون الذي حلت فيه لذلك فلنسبح مترنمين وقائلين لنبارك الخليقة بأسرها الرب والتزيد
خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك. نورنا النور الخطي. اغسل يا رب دمك الكريم خطايا عبيدك المذكورين ها هنا، شفاعات ذات الاله وجميع القديسين الذين عبدوك مجددا. ارتفع اللهم إلى السماء وليكن على الأرض كلها مجدك. ارتفع اللهم إلى السماء وليكن على الأرض كلها مجدك. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يمتلئ فمنا بتسبيحاتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك لهجنا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. قد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح الآية المقدسة الطاهرة غير المائتة السماوية المحيا المرهوبة، فلنشكر رب شكرا لائقا. اعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد أن نسأل أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك. يا مبارك مباركك يا رب مقدسا توكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، أن تمنحهم عودة من ذلك مجدا بقدراتك الإلهية. لا تهملنا نحن توكلين عليك، هب السلام لعالمك لكنائسك للكهنة للحكام ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها المسيح لا هنا بل كمان المسيح بلا قد أكملت كل الدهور إلا قلت مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. من الآن إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته اللي هي محبة البشر كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. المجد لك يا المسيح إلهنا يا رجاءنا، المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام بالأموات لأجل خلاصنا. شفاعات أمك القديسة الكلية الطهارة البرئة من كل عيب وبقدرة الصليب الكريم المحيي بطلبات قوات السماوية المكرمة لعادمة الأجساد، توسلات نبي الكريم السابق مجيد يوحنا المعمدان والقديسين والشرافين الرسل الجديرين بكل مديح والقديسين المجدين شهداء تليقين بالظفر وأبان الأبرار والشحين بالله والصليب الكريم شفيع وحامي هذه الكنيسة المقدسة والقديس يوحنا الذهبي الفم رئيس أصافة القسطنطينية كاتب هذه الخدمة الإلهية الشريفة والقديسين الصديقين وأكيما وحنا جدي المسيح إله مع القديس استيفانوس الجديد
ورنارخوس الشهيد اللذين نقيم تذكارهما اليوم جميع قديسيك، ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح محب للبشر. الثالوث القدوس وليحفظ حياتكم أجمعين. بصلوات أبناء القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها المخلص أرح نفس عبدك مع أرواح الصديقين الراقدين واحفظها للحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر. أرح يا رب نفس عبدك في راحتك حيث جميع قديسيك يستريحون لأنك أنت وحدك الذي لا يموت. المجد للآب والابن والروح القدس، أنت إلهنا الذي انحدرت إلى الجحيم وحللت أوجاع المعتقلين. أنت يا مخلص أرح نفس عبدك إبراهيم السابق رقاده الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيتها العذراء الطاهرة النقية وحدك يا من ولات الإله بغير زرع إليه توسلي أن ترحم وتسمح نفس عبدك السابق رقاده. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل راحة نفس عبد الله إبراهيم السابق رقاده، أجل غفران خطايا الطوية والكرهية، لكي يرتب الرب الإله نفسه حيث الصديقون يستريحون. فلنسأل له الرحمة الإلهية والملكوت السماوي وغفران خطاياه من المسيح الذي لا يموت. ملكنا وإلهنا إلى الرب نطلب. يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا من وطئ الموت ونقض قوة الشيطان ومنح الحياة لعالمه، أنت يا رب أرح نفس عبدك إبراهيم السابق رقاده في مكان نير، في مكان خضرة، في مكان انتعاش، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. وبما أنك إله صالح ومحب للبشر، اغفر له كل خطيئة اقترفها بالقول أو بالفعل أو بالفكر، لأنه ليس إنسان يحيا ولا يخطأ إلا أنت وحدك منزه عن الخطيئة، وعدلك عدل إلى الأبد وقولك حق، لأنك أنت هو القيامة والحياة والراحة والنياح. لنفس عبدك إبراهيم السابق رقاده على اسمك أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع بك الذي لا بد له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. المجد لك أيها المسيح إلهنا، يا رجاءنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام بالأموات لأجل خلاصنا بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة البريء من كل عيب وصديقك لعازر الرباعي الأيام، أنت ترتب نفس عبدك إبراهيم السابق رقاده المنتقل عنا في مظال الصديقين. آمين. أحصى مع الأبرار والقديسين. آمين. أما نحن فرحمنا وخلصنا بما أنك صالح محب للبشر ورحيم. فليكن ذكره مؤبدا. فليكن ذكره فليكن ذكره مؤبدا. صلوات أبائنا القديسين، أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. الله يرحمه. المسيح قام. يا أحباء النمر بتقبلوا التعازي بالمرحوم إبراهيم بقاعة كنيسة الصليب.